يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على اشرف الخلق وأعز المرسلين حبيبي إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم وولاهم بإخلاص إلى يوم الدين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. انتهى بنا المطاف في درسنا الماضي إلى بحر المحدث أو المتدارك. البحر الآن هو البحر الثاني عشر من بحور الشعر الذي يسمى المديد، ويقول عنه الخليل: يا مديد الشعر عندي صفات فاعلات فاعل فاعلات، مثاله: إنما الدنيا بلاء وكد واكتئاب قد يسوق اكتئابا. هذا الوزن رغم أنه يصلح للرثاء والمديح، وقد نظم الكثير من الشعراء القصائد المطولة في رثاء ومديح أهل البيت عليهم السلام، إلا أن قصر البحر اسمه مديد لو دمجنا الصدر بالعجز يصبح قريبا من الطويل، بإمكانكم أن تقرأوا منه ما شئتم، ولكن إنما الدنيا بلاء وكد. تلاحظون أن القارئ لا يستمرئ بالقراءة، يعني لا يشبع، فإذا هو لم يشبع ولم يرتوي من صدر البيت فكيف يروي المستمع؟ هذا البحر أرى أن نصرف النظر عنه. يأتي البحر الثالث عشر المقتضب أو المقتضب، وهذا من البحور القصيرة الراقصة التي تصلح للفرح ولا تصلح للرثاء. اقتضبه حين صبا فاعلات مستعل، مثاله: يا مليحة الدعج هل لديك من فرج. تصلح هذه الأوزان للمباريات الشعرية، للمنتديات الأدبية، لليالي التي فيها سهرات أدبية. نأتي إلى بحر الرابع عشر الذي هو الهزج. الهزج من البحور الرائعة الجميلة والذي يصلح للمواليد كما يصلح للقراءات الحسينية، ولكن لا لمقدمات المجالس. يصلح البحر الذي يوازنه من الشعر الشعبي الهزج، في الشعر الشعبي العراقي يسمونه البحر الطويل،
مفاعيل 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 مفاعيل. يقول عنه الخليل: لئن تهزج بعشاق فهم في عشقهم تاهوا، مفاعيل مفاعيل وقالوا حسبنا الله. مثاله علي حبه جن، قسيم النار وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجن. بحر قصير أنتم وتقرؤونه تشعرون بخفة بحركة، هذه الحركة تساعد على الفرح ولا تعينكم على الرثاء والشجاء أبدا. سأقرأ لكم هذا المطلع الذي لي قصيدة عليه، والذي يتشرف بلقائه كل زائر لحرم الإمام علي عليه السلام على الباب المذهب، باب الحرم، عندما تدخلون تجدون هذين البيتين بالذهب الإبريز على بوابة حرم الإمام سلام الله عليه. سأقرأ لكم هذه الأبيات بطريقة مألوفة لديكم، لعلكم سمعتم من بعض القراء لطمية حسينية، ولكن هذا الإيقاع وهذا الطور لا يناسب الشجاء والرثاء، ستجدون كيف أنه يناسب الفرح. علي حبه جن، قسيم النار والجنة، علي حبه جن، قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة، علي حبه جنة، قسيم النار والعيد، علي حبه جنة، قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة، وصي المصطفى حقا، إذن هذا الإيقاع وهذا البحر يناسب المديح ولا يناسب الرثاء كقصيدة للمقدمة، أما يصلح لقصيدة جلوس بعد المجلس الحسيني، يصلح للطمية نلطم عليها. مثلا من نفس البحر، نفس البحر، هنالك قصيدة مشهورة والكل يحفظها، وهي قصيدة يا حسين بضمايرنا، صحنا بيك آمنا، يا حسين بضمايرنا، مفاعيل مفاعيل، صحنا بيك آمنا، مفاعيل، صح لا لا؟ إذن هو نفس الوزن، لكن لا يمكننا أن نستثمره في قصيدة مقدمة للمجلس الحسيني. بإمكاننا أن نقرأ هذا الوزن بطريقة شجية هكذا: علي حبه جنة، علي حبه جنة، قسيم النار والجنة، قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجن، إمام الإنس والجن.
مع ما أن الكلمات فرح، ولكن عندما أدخلناها في روح حزينة شعرتم بشيء من الحزن أثناء الأداء، وهذا ما لا أشجعكم عليه أبدا. قلنا ندخل الروح اللائقة والمناسبة في جسد الكلمات كما هي. لو أردنا أن ننشد هذه الأبيات بطريقة غنائية أو كما متعارف عليه عند أهل الفن الطقطوقة، يعني المقطوعة الصغيرة، سأنشد هذه الأبيات بطريقة غير ملائمة ترون، ولكنها مما يستسيغه الشباب. ولكن إذا تبادر إلى الأذهان الأساس الذي أخرجت منه هذا اللحن، فإننا سندخل في المحرم. ومع ذلك سأعطيكم المثال لكي تمنعوا آذانكم من الاستماع إلى الحرام مستقبلا إن شاء الله. علي حبه جن، قسيم نار والجنة. علي حبه جن، قسيم نار والجنة. وصي المصطفى حقا، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجن، إمام الإنس والجن. لاحظتم الخفة التي تسببها هذا اللحن في أرواحكم؟ هكذا يدخل الحرام في نفوسنا كدبيب النمل والذر على الأرض. انتبهوا، هذه حرام، أنا قدمتها لكي تعرفوا الفرق بين الحرام والحلال. ما سبب خفة في الروح فهو حرام. الوزن الخامس عشر ما قبل الأخير هو المضارع، كذلك بحر قصير لا يصلح إلا للمواليد، إلا للمواليد. إلى كم تضارعون فتى وجهه نظير، إلى كم تضارعون فتى وجهه نظير. فاعلات فاعلات، ألم يأتكم نذير. فاعلات فاعلات، ألم يأتكم نذير. إذن هذا الوزن لا يمكن أن يدخل حزنا على القلب، بل إيقاعه راقص ويساعد على الفرح. لا لا، ليس بحرام، لم أنشده كغناء، أنشدته إنشادا. الوزن السادس عشر وهو من الأوزان القصيرة التي تصلح للمواليد، ولي قصيدة جئتها بمثال هذا الوزن. إن اجتثت الحركات مستفعل فاعلات، مثاله يا ربي صلي وسلم على حبيبك أحمد. ويمكننا إنشاد هذا الوزن بهذا الشكل. ولو أني استمعت لهذه القصيدة بصوت المقرئ الأخ العزيز الحاج جليل
الكربلائي قبل سنوات من الكويت، قرأها بلحن خليجي يختلف عما سأقدمه لكم. يا ربي صل وسلم على حبيبك أحمد، يا ربي صل وسلم على حبيبك أحمد، يا ربي صل وسلم على حبيبك أحمد. إن جثة الحركات مستفعل فاعل بعد، إن جثة الحركات مستفعل فاعلات. إذن هذا الوزن يصلح للإنشاد، أما الأخ العزيز حاج جليل فقد أضاف بعض العبارات وقرأها بهذا الشكل: يا ربي صلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد، يا ربي صلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد. ترون أن الإيقاع إيقاع راقص وإيقاع خليجي دون شك وريب، رأيت هذا في ابتساماتكم ولمحات الوجه التي تعبر عن عدم الرضا بهكذا إيقاع. طبعا استعرضت لكم في هذه الدروس الأربعة 16 بحر من بحور الشعر العربي الأصلية، وقلت هنالك لأكثر البحور مخلعات ومجزوءات، قد يصل مجموعها إلى أكثر من 55 بحر، وقد وصل التعداد الآن بناء على دراسة جديدة للعلامة آية الله الدكتور شيخ محمد صادق الكلباسي في دائرة المعارف الحسينية إلى أكثر من 200 بحر. هسه لا يتعرف الشعراء على هذه الأوزان والبحور ويكتبوا لنا في الرثاء والمديح يعطينا عمر ويعطينا فرج لكي نحفظ تلك المقطوعات. من مجموع 16 وجدنا أن 6 أبحر فقط التي تصلح للرثاء، 6 الأساسية، أولها الطويل. ركزوا على هذه: الطويل والكامل والخفيف والبسيط والوافر. هذه البحور التي وهو الرمل، ممكن نعم، هذه البحور التي يمكننا أن نقرأ منها الرثاء ويمكننا أن نستفيد منها في المديح، وبقيتها خفيفة إيقاعها راقص لا ينفعنا إلا في المواليد التي تلتزم بالأطر الشرعية، أن تحول القراءة من نشيد ديني إلى أغنية مدبلجة، هذا ما لا يجوزه علماؤنا. ملاحظة الأخيرة قبل أن أنتهي من حصتي هذه في بيان الممنوعات في قراءة قصيدة المقدمة: بيت المثكل العالي، بيت المثكل العالي لا يمكن أن نقرأ بيتين، ممنوع.
أحسنت، بيت واحد يكفي. إذا اضطر القارئ لقراءة بيتين سيجد أنه قد انتهت حنجرته، ويسبب الملل عند المتلقي. ثانيا، ما لا يجوز أن يكون طور التخميس أكثر من بيتين. وقد رأيت أحدهم في أحد المجالس قرأ 6 أبيات بطور التخميس، مما سبب الملل عند المتلقي. هاي 2. الملاحظة الأخيرة، لا، التخميس شعرا 5، أما طور التخميس، طور التخميس سنأتي إن شاء الله للفرق بين اسم الطور واسم البحر الشعري أو الوزن الشعري. هنالك فاصلة، هنالك مائز بين اسم الوزن الشعري وطريقة أدائه. لو رجعت إلى دروسنا الأولى قلنا أن لكل كلام في الوجود روح وجسد، فاسم الروح غير اسم الجسد. اسم الطور، وهذا ما أستسيغه شرعا ولا أقول لحن، لأن اللحن في اللغة العربية يعني كسر قواعد اللغة، وهذا ما لا نجوزه شرعا. إذن الطور له اسم، والوزن الشعري له اسم آخر. أحيانا يندمج، وأحيانا تجدون أن اسم الطور هو نفس اسم الوزن الشعري. هنالك بعض الأوزان، مثلا سنأتي إلى البحور الشعر الشعبي العراقي، ستجدون وزنا اسمه المثكل. فأنت عندك هنا طور المثكل، وهناك في الشعر الشعبي العراقي وزن المثكل أو بحر المثكل. يجب أن نفرق بين هذا وهذا. عندنا وزن مثلا العتابة أو الأبوذية. الأبوذية كوزن شعري، أما كيفية قراءة الأبوذية، هنالك طور البصراوي، هنالك طور الطويرجاوي، هنالك طور الحياوي، هنالك المحمداوي، هناك الغافلي، هنالك الصبي، هنالك اللامي، هنالك المنصوري، هذه كلها أطوار، هنالك العنيسي. العاشوري لأنه جاء ذكره في بعض المصنفات في تعليم الخطابة بدون معلم، جواز أن يقرأ طور العاشوري في المقدمة. أقول هذا القول وأنسبه لأستاذي، أستاذ الخطباء ومطور الأطوار، الشيخ مرتضى الشاهرودي، دام مؤيدا، فأنه لا يجيز قطعا أن يقرأ القريض الشعر العربي الفصيح بالطور العاشوري. يقول الطور العاشوري مخصص فقط للنعي المجاريد، نعي المجاريد، وإنما سماه عاشوري لأنه يناسب النصف الأخير من 10 الأولى من المحرم. يعني من يوم مسلم، من يوم العباس، القاسم، علي الأكبر، حبيب، مثلا طفل الرضيع، ليلة العاشر، مقتل الحسين، إذا قرأتم 3-4 مصاريع من المجاريد، نعي المجاريد، فقط بطور العاشوري، ولا يصح العاشوري بغير ذلك. بعض القراء الآن يقرأ شعر فائزي بطور العاشوري،
أو قصيدة من بحر الطويل يقرأها عاشوري، هذا لا يجوز البتة، لا يجوز البتة. هذني الملاحظات وضعتها لكي نتحاشاها، لكن المشكلة أين تكمن؟ أن بعض الخطباء يتعب في آخر المجلس أو من بداية المجلس هو متعب، يحاول أن يتعكز أو يتكئ أو يعتمد على مساعدة الجمهور، فيلقي الكرة في ملعبهم لكي يئنوا، وهو يتوقف ويأخذ نفسا من الراحة، لأن العاشوري يريح الخطيب، يرتاح، يلقي المسؤولية على عاتق المتلقي. واضح الكلام؟ فإذا لا يجوز أن تتعبوا في بداية السباق، أن تتعبوا في الآخر يعني لا بأس بذلك، أما أن تتعبوا من البداية وقصيدة فصيحة ومن بحر الطويل أو من الكامل أو من البسيط أو من الوافر وتقرؤوها بطور العاشوري، وخاصة أول أيام محرم أو في شهر رمضان أو في شهر الصفر، هذا ما لا يجوز قطعا. الآن نقرأ معا لكي لا أتعبكم معي مقطع صغير من العاشوري، من العاشوري، لكي يترسخ في أذهانكم، وأرى أنه من أحب الأطوار الشعبية إلى قلوب جماهير الحسين عليه السلام في هذا القطر العزيز. عن لسان حال فاطمة الزهراء سلام الله عليها: من الوالدة الوالدة والقلب لا ودوير عزبني وين ما كان، القاعدة التي يطبقها الجميع أن يقرأ 5-6 مصارع كلها بالعاشوري. الصحيح أن لا تمللوا الناس بتراكم هذه الأبيات، 2 كافي. أن الوالدة والقلب لهفان ودور عزبني وين ما كان، واضح، ذن 2 كافي. ويلي ويلي على ابن المنذبع عطشان، يا ويلي على ابن المنذبع، يا ويلي ولعبت عليه الخيل ميدان. يا ابويا وبالخيام متوجر النيران، نقرأ مصراعين والثالث نحول إلى المثكل. المحطة الأكيدة لكل خطيب يحاول الاستراحة، يريح نفسه ويريح الجمهور، المثكل. أروع محطة في القراءة الحسينية المثكل، دائما وأبدا تأكدوا بأن كعبة القراء قبلة الأحزان هو طور المثكل، لأنه يبكي الثكلى. إلى حيث انتهى درسنا
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. على نار تبدا يهرول بارد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحم الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه.